يمسح الخفين سواء كان رجل أو امرأة. نعم. مسح الخفين له شروط. لابد أن يكون قد توضأ وضوءا كاملا، وإذا كان على جنابة أو حدث أكبر يكون مغتسل، واضح؟ فيلبس الخفين، ثم إذا انتقض وضوء أراد أن يتوضأ من حقه أن يمسح عليهم. طيب لو صابته جنابة وهو عليه خفين، ينزعهما ولا ينزعهما؟ ينزعهما، لأن الطهارة الكبرى ما فيها مسح، كلها غسل، واضح؟ فهنا ذكر الآن شرطين اثنين، ما هما؟ أن يكون لبسهما على طهارة، لأن المغيرة بن شعبة كان يعني يوضي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الرجلين يقول أهويت لأنزع خفيه صلاة ربي وسلام عليه، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فدل هذا على ماذا؟ على أن المسح لا يكون إلا إذا كان قد لبسهما على طهارة تامة. لو لبسهما على غير طهارة لا يحق له أن يمسح عليهما. وبعض الفقهاء قال لا ما يلزم. طيب وحديث المغيرة في الصحيح فإن يدخله طاهرتين، قال طاهرتين يعني نظيفتين، مش طاهرتين أنه كان على وضوء عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد. لماذا؟ لأن ما كان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه تارة أن يترك رجله غير نظيفتين وتارة النظيفتين عشاء، لكي يقول هذه المرة فإني أدخلتهما طاهرتين يعني نظيفتين. تبهتم؟ ما يترك الأوساخ على رجل عليه الصلاة والسلام، وإنما فإني أدخلتهما طاهرتين أي أنه كان متوضئ وضوءا كاملا، واضح؟ وأيضا قالوا إذا قيل الطهارة فتحمل على معناها الشرعي ليس معناها اللغوي. صح، الطهارة لغة يراد بها النظافة، لكن بما أنه في استعمال شرعي فإذا تكلم الشارع أو من ينقل عن الشرع فيحمل ألفاظه على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. فمثل واحد يقول صائم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم كذا، الصوم لغة الإمساك، صام يعني أمسك عن الكلام، صام يعني أمسك عن مثلا لبس العمامة، لا نقول صام خلاص، يوم أنه صام يحمل المعنى الشرعي اللي هو الصيام المعروف، وهو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، هذا هو الصوم. فلما قال أدخلتم الطاهرتين تحمل الطهارة على المعنى الشرعي لا المعناها اللغوي، فدل الحديث المغيرة ابن الشعب رضي الله عنه أنه إيش قال؟ فهويت له انزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فإن يدخل طهرتين، على أنه كان على طهارة لم يكن على غير طهارة، لم يكن على غير وضوء، يعني كان على وضوء. لكن هذا في إيش يا إخوان؟ في الحدث في الطهارة الصغرى لا الكبرى. فذكر الآن هنا شرطين اثنين، أن تتقدم الطهارة بالماء، يقصد رجليه يعني بطهارة وضوء، بأن يلبسهما وهو طاهر كامل يعني كان على وضوء لما لبسهما، ثم بعد ذلك له أن يمسح عليهما بما أنه لبسهما على الطهارة. في شروط أخرى، أن يكون المسح في وقت المسح، هذا التوقيت اسمه، لابد أن يكون المسح في وقت المسح، للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام عليها. ومن الشروط أيضا أن يمسح على خفين طاهرين، ما يمسح على خفين نجسين. وأيضا من الشروط أن يمسح على خفين مباحين، ما يمسح على خفين سرقهما أو اغتصبهما أو من حرير، في حق الرجل لا يجوز أن يلبس حرير، فلا بد أن يكون هذا الخف طاهرا وأن يكون مباحا مو حرام، واضح؟ طبعا في شروط مختلف فيها، ألا يكون مخرقا، ألا يكون شفافا، هذه ما عليها أدلة لكن قيل بها. طيب يشترط فيها أيضا الخف أن يكون ساترا لأغلب القدم إلى فوق الكعبين حتى يمسح عليهما. طيب ويشترط أيضا على المذهب، طيب أن يكون ساترا، صح، يكون قد ستر القدم أو الرجل التي يجب غسلها في الوضوء، وعلى هذا ربنا يقول وأرجلكم إلى الكعبين. ففي بعض الآن الأحذية أو بعض الجوارب تكون أسفل الكعب، هذا لا، لازم يكون يمسح
الشيء الذي غطى الرجل كاملة مع الكعبين، واضح؟ إذا كان في خرقا، قال خرق كبير وخرق صغير ولا يكون شفافا، كل هذا لا دليل عليه، بل كان الصحابة حتى يمسحون على التساخين، يعني خرق تلف على القدم للتدفئة في السفر ويمسحون عليها. ثم بعض العلم قال وهل كان خفاف المهاجرين فقراء ما كانت مخرقة؟ أصلا كانوا فقراء فقر شديد يعني، ولو كان هذا أن لا يكون مخرقا، ما الذي يمنع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينص على هذا؟ وقد أرسله الله بالهدى ودين الحق، لا قال إيش إلا أن يكون مخرقا، ما قال ذلك. نعم. والصحيح قال أن يكون سميكا، ما يكون خفيفا ترى القدم من خلفه، وأيضا لا دليل عليه. قالوا حتى لو لبس خفا من زجاج، والزجاج تعرفون يرى ما وراءه، طبعا اليوم فيه يلبس ايش من بلاستيك شفاف موجود، هذا له ان يمسح او لا؟ له ان يمسح، لا دليل على ذلك. نعم. والصحيح عدم اعتبار هذا الشرط. اي شرط؟ الا يكون مخرقا، واذا كان مخرق ان يكون خرق صغير لا كبير. الصحيح يقول عدم اعتبار هذا الشرط شدة. نعم. الحاجة إليه، كل الناس تلبس جوارب وخفاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه، فكونه لم يبينه دليل أنه هذا إيش ليس بلازم. نعم. العادة ما اعتاده الناس أن المسحر على العمامة يكون بعض الرأس مكشوف، والمسح على الخفين خلانك مسح على الخفين يكون إيش بعضها مخروقا، فلو كان هذا شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما يلزم يعني إذا مسح على الخفين أن يمسح كل نص سنتي مربع، لا، يمسح بالعموم، يبدأ بمقدم مقدمة يمسحهما معا، واضح؟ الأكثر يعني. نعم. نقرأ الكلام مرة أخرى، نقف عند كل كلمة نحتاج للوقوف إليها. قال وهذا النوع من المسح اللي هو على الخفين مختص بالطهارة الصغرى، إذا الكبرى ماذا يا أخوان؟ لازم ينزع خفين ويغتسل غسل كامل، ولذاك وقت فيه للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. لكن الآن نريد نشوف متى تبدأ مدة المس. قال والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب، لأنه السبب الموجب، والصحيح الابتداء من أول المسح. يعني الآن عندنا، هل مدة المس تبدأ من أول ما يلبس الخف يوم وليلة إلى اليوم الثاني في الوقت نفسه، أو أول ما ينتقض وضوءه حصل له حدث يعني انتقاض الوضوء، أو أول مرة توضأ ويمسح؟ هذه ثلاث أوقات. مدة الابتداء متى تبدأ إلى اليوم الثاني يوم وليلة تنتهي؟ الآن بالمثال، لو أن شخصا ما توضأ الساعة السابعة صباحا، الساعة سابعة صباحا، هذا بداية اللبس. ثم الساعة التاسعة ضحا انتقض وضوءه، لبس الساعة كم؟ سابعة، وانتقض كم؟ تاسعة. ثم توضأ الساعة الحادية عشر لصلاة الظهر، فتوضأ ومسح. يقول مشروع المذهب أن تبدأ مدة المسح من أول انتقاض للطهارة اللي هو الذي أوجب المسح. فيعني متى تبدأ مدة المس؟ المذهب الساعة كم؟ السابعة لبس وانتقض التاسعة، ها، ومسح الساعة الحادية عشر. يقول أن أول مدة، بداية مدة المس من أول انتقاض، من أول انتقاض، فحينئذ انتقض الساعة التاسعة من حقه أن يمسح، يمسح لكل طهارات، للطهارة، للطواف، للمس المصحف، إلى اليوم الثاني الساعة التاسعة، يعني يمسح من أول انتقاض إلى اليوم الثاني في الوقت نفسه الذي انتقض. واضح؟ والابتداء من الحدث، ما من الحدث؟ يعني نقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى هو السبب الموجب. الآن الشيخ يقول وعلى الصحيح الابتداء من أول المسح. يعني عند الشيخ على الصحيح متى يبدأ؟
الساعة كم؟ 11. ولبس كم؟ 7. حصل له حدث؟ 9. مسح أول مرة؟ 11. الشيخ يقول الصحيح أن يبدأ من أول مسح إلى اليوم الثاني؟ 11. الشيخ يقول هذا الصحيح. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة كلها تمسح. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يمسح المقيم، يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر 3 أيام بليالي. لو أن توضأ الساعة 7 وانتقض الساعة 9 وتوضأ الساعة 11 وقلنا أن المدة تبدأ من 9، هل هذا مسح يوم وليلة؟ مسح يوم وليلة؟ لا مسح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح، إذن يسمح له بالمسح من أول مرة بدأ المسح الأولى، بدأت مدة المسح إلى اليوم الثاني في المدة نفسها. واضح؟ ما تبدأ مدة المسح من أول ما لبس ولا أول ما أحدث، وإنما أول مسح. لكن يقول أيضا من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث، لأن في شيء اسمه إيش؟ وضوء مستحب، هو على طهارة لم يحصل ناقض، ومع ذلك يتوضأ، لأن الوضوء فيه فضل أنه واحد يتوضأ تسقط الذنوب، صح؟ وإن كان لم ينتقض وضوءه. وعلى هذا لو أن شخصا ما لبس الخفين الساعة 7 وتوضأ وضوء تطوع الساعة 8 وانتقض الساعة 9 وأول مسح الساعة الحال 11، أول مرة يمسح ولا ثاني مرة يمسح؟ ثاني مرة، لأن أول مرة الساعة 8 توضأ ومسح لكن لم يكن قد أحدث. قلنا إيش؟ الساعة 8 توضأ أحدث الساعة 9، يعني ما هم أحدث حد الآن، فتوضأ ومسح لكن لم يحدث، ما كان عن حدث، إنما وضوء تطوع، فانتقض الساعة 9 فمسح الساعة 11. ما نقول يمسح إلى اليوم الثاني الساعة 8، لأن الساعة 8 لما مسح إيش أخوان؟ ما كان عن حدث تطوعا، لكن لما أحدث الساعة 9 وتوضأ الساعة 11 هذا الوضوء اللي فيه مسح بعد حدث. واضح؟ ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه التكرار، الوجه يغسل واليدان تغسلان والرجل إلى الكعبين تغسل والرأس يمسح، قال ما تكرر تمسح مرة ومرتين وثلاث، خاصة ما عنده شعر ولا أصلع، ولا 3 مرات راح يصير ينتقل من مسح إلى غسل. فالمسح ليس فيه تكرار، لا مسح الرأس ولا على العمامة ولا على الخفين ولا على الجبيرة، لا يشرع التكرار في المسح، المسح كم؟ مرة واحدة. واضح؟ هذا معنى إيش؟ لا يشرع فيه التكرار، بل مرة واحدة كافية. لأن يعني بعض الناس شوي تلقى مشكك ماذا يفعل يمسح الخفين؟ مرة مرتين 3 4 مرات، لا لا، مرة واحدة. أنت لما تمسح الخفين ما تزيد شيء، ما في أوساخ عشان تمسحها، هذا أمر إيش؟ حكمي، ترفع الحدث لا تزيل النجس. واضح؟ ورفع للحدث وليس إزالة للنجس. قال بل مرة واحدة كافية. وهذا النوع الأخير، هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب؟ يعني عند المذهب ماذا يكون إذا نزع؟ بطل الطهارة. واحد توضأ بعد حدث ومسح الساعة 11، صلى الظهر، بعد صلاة الظهر نزع الخفين، هل يصلي السنة؟ ما انتقض وضوءه، فقط نزع الخفين. على المذهب نزع انتقض. واضح؟ نزع ما مس عليهما، ما نزع ما مس عليه سواء كان عمامة أو خفين، بالنزع ينتقض الوضوء حتى لو ما حصله ناقض. النزع نفسه تعتبره ماذا؟ تعتبره ناقضا. المذهب يقول بالنزع ينتقض،
قال أو يقال الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي، يعني لو أنه تبول أو أكل لحم جزور أو أخرج ريحا هذا شيء ثاني، ذاك يصير هو الناقض، لا النزع نفسه ناقض. واضح؟ إذا هنا في مسألة خلافية، هل النزع ينقض أو لا ينقض؟ على المذهب إذا نزع نقض، على ما رجحه الشيخ ورجح ابن سعدي شيخ الشيخ ابن عثيمين، أيضا الشيخ ابن عثيمين يقول ما ينتقض بالنزع، لأن لا ثبت الطهارة بدليل شرعي، ما تنتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي يقول إن من نزع خفه فقد إيش فليتوضأ أو فقد انتقض، ما في. واضح؟ يقول هذا مثل ماذا؟ مثل لو أنه مسح على رأسه ثم ذهب وحلق شعره، هل ينتقض الوضوء؟ مع أن الذي مسح عليه ماذا يا إخوان؟ حلقه. قال كذلك الذي مسح عليه خفين نزعه ما ينتقض. يقول وهذا هو الصحيح، أن نزع الخفين نزع الإمام نزع الممسوح وحلق الممسوح لا ينتقض به الوضوء. قال وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس. الخف كيف يزول؟ بنزعه. وزوال الشعر كيف يزول؟ بحلقه. يقول ما في فرق، مسحت رأسك وحلقت وضوءك ما زال باقيا، لبست خفين وانتقض وضوءك وتوضيت ومسحت وما زلت على طهارة، ما حصل لك مناقض من النواقض الأخرى، فقط انك نزعت، النزع لا ينقض الوضوء. قال وكذا الخلاف إذا تمت المدة، إذا تمت المدة هل ينتقض الوضوء أم لا؟ عرفنا صاحبنا اللي استيقظ الساعة 7 كهم صلى الفجر ورد نام، لا موس صلى الحمد لله الساعة 4 رد نام، استيقظ الساعة 7 يروح العمل يروح الدراسة، توضأ وضوء كامل غسل الرجلين ولبس الخف الساعة 7، انتقض الساعة 9، توضأ الساعة 11 ومسح. قلنا الصحيح ايش؟ يحق له أن يمسح إلى متى؟ اليوم الثاني الساعة 11. طيب اليوم الثاني لما مسح الساعة 11 ها وصلى، طيب الآن الساعة 12 ما حصل له الحد الناقض، لكن ما له حق لو أراد أن يتوضأ أن يمسح لأن المدة انتهت. هل بنهاية المدة ينتقض الوضوء أو فقط نقول إيش لا يحق لك أن تمسح، انتهت المدة فرقة، انتهت المدة ما تمسح، متفق عليه هذا، لأن المسح يكون في المدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام لياليها للمسافر، لكن انتهاء المدة هل هو من نواقض؟ هذا أيضا خلافية. قال وكذا الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح؟ خلاص انتهت مدة المسح ما يحق لأن يمسح لكن الطهارة باقية. يقول قال وهو الصحيح، وهذا القول الصحيح في المسألتين، ما هما المسألتان؟ أن النزع لا ينقض الوضوء كالحلق الشعر بعد الوضوء، وأن انتهاء المدة لا ينتقض الوضوء وإن كان الآن انتهى الإذن له بالمسح ما عاد يمسح انتهى الوقت، لكن انتهاء الوقت ما ينقض الطهارة. فرق بين ما ينقض الطهارة وبين ها يمنع من المسح أو انتهت الرخصة له في المسح. قال وهذا هو القول الصحيح في المسألتين، هذا واحد القولين في المذهب، يعني هذا في قول آخر في المذهب أيضا أن النزع وانتهاء المدة لا ينتقض الوضوء في المذهب. نعم يقول وفي المسألتين هذا هو أحد القولين في المذهب، واختاره جماعة من الأصحاب يعني الحنابلة، والله أعلم. يقول الشيخ والله أعلم، وأقول والله أعلم.